مشاهدينا ننتقل مع حضراتكم للسفير عزت سعد مدير المجلس المصري للشؤون الخارجيه. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. اهلا وسهلا، صباح الخير. اهلا بحضرتك. يعني احنا امام تصعيد يعني في اوكرانيا من قبل الجانب الروسي، وايضا شهدنا تصريح الاتحاد الاوروبي الممثل على الاتحاد الاوروبي وايضا رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي. فندم، يعني كيف ترى هذه التصريحات؟ كيف ترى هذه الوتيرة المتسارعة؟ وكيف يؤثر ذلك على الاقتصاد العالمي، لا سيما طبعا الشرق الأوسط؟ هو طبعا الحقيقة لم نكن يعني نتمنى أن يصل التوتر فيما بين الجانبين إلى هذا الحد، لأنه زي ما حضرتك قلتي من المؤكد أنه هناك آثار سواء كانت لها علاقة بالاقتصاد أو بالطاقة أو حتى بالملفات السياسية المختلفة، بحكم أن روسيا أيضا تلعب دور في بعض الملفات هنا في المنطقة. لكن على أي حال ما حدث متوقع، ويمكن كلنا تابعنا في خلال الأيام الأخيرة أو حتى أمس كان في حتى إشارات للتوقيتات التي سوف يقوم الجانب الروسي ب يعني عمل عسكري إلى آخره. أنا لست رجل عسكري أو في وضع يسمح لي بدخول في تفاصيل ما يجري يعني، لكن كل ما أستطيع أن أقوله أنه كما فهمنا من بيان الرئيس بوتين الأمر يتعلق بعملية عسكرية خاصة يعني موجهة لهدف معين، وهو كما ذكر الجماعات المتطرفة داخل إقليم الدونباس اللي أصبح جمهورية مستقلة. وطبعا يعني المراقب لهذه القضية منذ سنوات طويلة حتى بعد 2014 بعد ضم القرم يعلم أن هناك جماعات يمينية داخل أوكرانيا، جماعات يمينية متطرفة بتحمل أجندة معادية للأوكرانيين من أصول روسية. وما فعله الرئيس بوتين خلال الأيام القليلة الماضية هو أنه في 21 فبراير كما نعم سعادة السفير يعني دعني أنقل لك هذا الخبر العاجل بأن أوكرانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطيران المدني. تعليق حضرتك يا فندم. ما شيء طبيعي، هذه معركة، لكن يجب أن يعني أنا فاهم أنه هذا في حدود الجمهوريتين المستقلتين اللي أعلنت عنهما روسيا، وأنه المبرر لهذا هو حماية الرعاية الأوكرانيين من أصل روسي أو الروس إذا شئت سيادتك. لأنه إحنا برضو يجب أن يكون معلوم أنه المتمردين في الإقليمين اللي أصبحوا جمهوريتين لا يسيطروا إلا على تقريبا حوالي 30% من مساحة هاتين الجمهوريتين. نعم سعادة السفير، نتحدث الأخرى تحت سيطرة الجماعات اليمينية المتطرفة اللي بتنشط ضد الروس. نعم اتفضل يا أستاذ أحمد. اتفضل بسمعك يا فندم، اتفضل. فهو يعني أنا قرأتي لتطور الموقف الروسي أنه تماما مثل ما حدث في حرب الأيام الخمسة في أوكرانيا في جورجيا في 2008، أنه بوتين قدر أنه الوسيلة الناجعة لحماية الأقليات الروسية في أوكرانيا هو لانه في يعني في تفاصيل كتيره لها علاقه بقى برؤيه روسيا للامن الاوروبي، وانه يبقى في اتفاقيات مينسك نفسها بتنص على حقوق ثقافيه وسياسيه للاقليات الروسيه في الاقليمين، ده كان من ضمن اتفاقيات مينسك، وانه هو يبقى ليهم قول
في مسألة الانتخابات إلى آخره. فهو يعني بشكل أو بآخر الراجل بيقدم نفسه، وكما شرح بشكل مفصل في بيانه أنه هذه العملية قاصرة على الجماعات اليمينية المتطرفة اللي لديها أجندة عدوانية ضد الرعاية الأوكران من أصول روسية، اللي هو من سبب تدخله. نعم. وأنه بيسعى إلى سعادة السفير أو بسط. نعم. سيطرة المتمردين اللي هو مفترض اللي هم اللي من أجلهم دخل على كامل الجمهوريتين. ويجب أن نلاحظ أنه في اليوم التالي لإعلان. نعم. الرئيس بوتين، سعادة السفير، يعني نتحدث الآن عن يعني وجهة النظر لما بعد المؤتمر الخاص بالمفوضية الأوروبية التي قالت صراحة بأن الأمر أصبح لا يتعلق بالدبلوماسية وأنها هي مسألة حياة أو مسألة موت. سعادة السفير عزت سعد مدير المركز المصري للشؤون الأفريقية، شكرا جزيلا لك.